للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الحقوق العراقي رياض صباح. أهلا بكم سيد رياض. يا هلا بك. كيف تقيمون أوضاع النازحين في مناطق النزوح؟ يعني أي وضع للنازحين في أي منطقة أكيد رح يشكل عبء كبير على تمتع هؤلاء الناس بحقوقهم في مجال التعليم والعمل والصحة، وبالتالي ينبغي على الدولة العمل بشكل جدي لتأمين عودتهم عودة طوعية وسلمية بالمقام الأول حتى يتمكنوا يعني من ممارسة حياتهم الاعتيادية. الوضع النازحين في أي بلد في أي منطقة هو وضع غير اعتيادي، بمعنى أنه لا يمكن أن تكون البنية التحتية مواتية ويعني تحقق المتطلبات الأساسية لهم، ولذلك ينبغي أن تعنى الدولة بشكل رئيسي بالعمل على وضع خطة شاملة وحقيقية وقابلة للتنفيذ الفعلي، سواء في مرحلة بقائهم في المخيم أو في عمليات العودة وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع. ربما ما حدث أنه لم يتم إدماجهم في المجتمع، لكن تم إدماجهم في نفس المخيمات، تم دمج عدد من المخيمات، عدد كبير من العائلات يجتمع في نفس المخيم لإجبار هذه العائلات على العودة إلى مناطقها المدمرة بالكامل، ومنهم عائلات ليس لديهم حتى سقف يأويهم. كيف تقيم من وجهة نظر إنسانية وقانونية أيضا مثل هذا القرار الذي لجأت إليه الحكومة؟ لا بالطبع، يعني يجب أن يكون التوجه الحكومي نحو العمل على إعادتهم إلى أماكن سكنهم التي هم يختارونها ابتداء. والأمر الآخر والأهم هو أنه ينبغي يعني تأهيل المناطق التي تعرضت للدمار بإعادة البنية التحتية بشكل جذري. يعني ما الفائدة أن نشجع الناس على العودة في الوقت الذي لا يوجد فيه بنية تحتية في مناطق تشجع أو تجبر بطريقة غير مباشرة؟ هو إجبار أن يتم إدماج ثلاث مخيمات في مخيم واحد، هو إجبار لهؤلاء المواطنين. لا يعني عملية الإدماج في المخيمات هذا ليس عودة طوعية، العودة الطوعية هو عودة إلى أماكنهم الطبيعية التي هم قدموا منها. الآن وجود المخيمات يفترض أن يكون حسب توجه الناس إلى تلك المناطق، هم من يختارون المناطق التي يرون أنها أكثر ملائمة ومناسبة وآمنة، فينبغي للدولة أن توفر لهم البنية التحتية الأولية في تلك المخيمات تحضيرا واستعدادا لعودتهم الطوعية، ونقصد بالعودة الطوعية إلى أماكنهم الأصلية التي خرجوا منها. أما دمجهم بشكل عشوائي على غير إرادتهم فهذا يتنافى وفكرة النزوح بحد ذاتها، ولماذا نزح؟ ونزح من أجل توفير الحماية والخدمات الأساسية له. وبالتالي هو اختار المنطقة التي يراها هي الأنسب والأكثر أمانا، فينبغي أن تراعي الدولة هذه الاحتياجات. بالمقابل هناك عائلات أخرى تصر على العودة إلى مناطقها التي أصبحت آمنة وتمنع من العودة إلى مدنها وبيوتها من قبل القوات الحكومية، ما أسباب هذا المنع؟ يعني تتفضلون بدواعي يعني أسباب سياسية أم أن هناك مخططات أخرى، نقول تغيير ديموغرافي في تلك المدن هو ما يحول دون السماح للأهالي بالعودة إلى مدنهم؟ يعني حسب القانون الدولي المبدأ اسمه العودة الطوعية، وكلمة الطوعية هي شيء أساسي، بمعنى لا يجوز إجبارهم على العودة إلا إن أرادهم أن يعودوا، كما لا يجوز منعهم من عودة إن أرادهم أن يعودوا. بمعنى أن صاحب القرار الأول والأخير هو النازح أو اللاجئ. أما الحكومة إذا كان لديها أسباب أمنية أو تعتقد أن الوضع غير ملائم فلا تستطيع أن تمنع الناس أيضا، ولكن تستطيع أن تقول لهم نحن لا نشجعكم على العودة لأسباب أمنية أو أن البنية التحتية غير مواتية حتى اللحظة، ولكن ليس من حقها أن تمنعهم. فهذا حق أصيل للنازح واللاجئ حسب القانون الدولي، يعني لذلك سمي بالعودة الطوعية، وهو يعتبر حق له للنازح أو اللاجئ أن أو أي وقت أراد أن يعود فهذا
شأنه وحده، وعلى الحكومة أن تساعده على العودة الطوعية. يعني ليس فقط أن تقول له من حقك أن تعود متى أردت، ولكن إذا أراد العودة فعليه أن تساعده أيضا، توفر له وسائل النقل، توفر له مساعدة مادية عاجلة لتوفير عملية العودة. أشكرك. والبنية التحتية وغير ذلك من المتطلبات الأمنية وغيرها. أشكرك جزيل الشكر. الحقوق العراقي رياض صبح كنت معنا عبر الهاتف من عمان.